شباب كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. طبعا يا شباب اليوم 13/4 عندنا تاريخ يعني، فحاليا رمضان انا بصور لكم فيديو بالنهار عشان انزل لكم اياه باول يوم رمضان. حاب احكي لكم كل عام وانتم بألف ألف ألف خير، وان شاء الله ينعاد عليكم يعني بالصحة والسلامة، وان شاء الله نحامل معكم تحدي انه 30 يوم نحاول نصوم 30 يوم، يعني ما حدش يفطر، فحاولوا الكل يصوم عشان تاخذوا اجر وحسنات، اقرأوا قرآن، اعملوا اشياء منيحة برا خلال شهر رمضان. فالمهم كل عام وانتم بألف ألف ألف خير. طبعا انا حاليا مثل ما قلت لكم بصور لكم فيديو وانا صايم، ممكن هلا بعد ما اخلص يعني الحكي وهيك احط لكم السكتش دقيقه او دقيقتين عشان رمضان، انا بعرفكم بتحبوا السكتشات، فمش عارف يعني صراحه حسب اذا هلا قدرت اصوره ولا لا، حيكون سكتش بين شخصين انا بمثل دورهم. فالمهم يا شباب رمضان كيف حانزل يا مراد؟ تنزيل حيكون طبيعي، حتكون في مقدمه لرمضان، مقدمه خصوصيه صورة قناتي واسم قناتي حتشوفتوها انتو باول الفيديو قبل ما انا احكي، يعني هاي هي المقدمة اللي حاعتمدها خلال شهر رمضان، وان شاء الله بعد شهر رمضان حاغير صورة القناة، حاغير الغلاف، حاغير المقدمة والنهاية، يعني حاعمل اشياء كثيرة في القناة حاحكي لكم عنها بعد ما يخلص ان شاء الله شهر رمضان، لانه هلا صورة القناة جاهزة ولكن الغلاف لسه مش جاهز، فبس حاليا اللي جاهز هو صورة القناة، فما بزبط احطها من غير غلاف. فالمهم مثل ما قلت لكم يعني حاعمل اشياء كثيره بعد شهر رمضان، ولكن حاليا برمضان بس حاعمل لكم مقدمه تاعت رمضان، وهلا هي عملت لكم فيديو بحكي لكم فيه عن رمضان وهيك. فالمهم مثل ما قلت لكم التنزيل حيكون طبيعي، يا ويومي يا يوم بعد يوم، يعني على حسب الاشياء اللي بشوفها بلعبه ببجي، وعلى حسب العروض والاشياء اللي بتنزل داخل لعبه ببجي، ممكن تشوفوا باليوم فيديوهين عادي. وبالنسبة للسكتشات ممكن انزل لكم بالاسبوع سكتشين ثلاثة انا واصحابي، مش قصة، المهم انه ينزل لكم سكتش، الله اعلم. فبس يعني ما بطول عليكم اكثر من هيك بالفيديو، هلا حاترككم مع سكتش تقريبا دقيقة او دقيقتين هيك اشي، برد اقول لكم كمان مرة كل عام وانتم بألف ألف ألف خير، وبس حاولوا صوموا 30 يوم. هلا بحب احكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حاليا اللي بتشوفوه هو هذا مراد، طبعا هو قاعد بتحاور مع صاحبه يزن، فهن حاليا قاعدين بتحاوروا بهالحوار السكتش الرمضاني، فهلا حاترككم يعني مع الحوار. والله يعني الصراحه مش عارف ايه، ولك شو هاد يا معلم؟ ولك اليوم التاريخ 13/4، 13/4 بتعرف شو يعني 13/4؟ هلا جد بتعرف ولا بتعرف ايش؟ لا يا زلمه ليش في اليوم؟ قاعد زي ما بتقول لي 13/4 13/4، شو في اليوم 13/4؟ تشتغل ايش فيي معلم؟ قول لي شو في، تعال احكي لي شو في، ريح راسي هون بطل في مضغ. شو يعني 13/4؟ هلا بدك تشرح لي وتقول لي شو يعني 13/4؟ يا زلمه شو وجع لك راسك ما وجع لك راسك؟ اسمع بمسكك بكسرك هلا معلم، تشتغل ايش فيي؟ يوم 13/4 صيام، اليوم اول يوم رمضان، يعني انت هلا المفروض كمسلم تيجي هلا اول يوم تكون صايم مثلي طبعا، الحمد لله، يعني انا بتعرفني بفطرش نهائيا، انا يعني يجوز بالسنه مره افطر، يعني بالصلاه على النبي علي، يوم معلم 13/4 يوم الثلاثاء، يعني في عندك صيام، في عندك 30 يوم صيام، فاليوم اول يوم من هذول ال 30 يوم صيام، فانت المفروض تكون صايم، فيا حضره الاستاذ انت صايم ولا مفطر؟ لشوفك انت، انت اكيد مفطر، انت بحياتك صمت انت اصلا صايم ولا مفطر؟ اسمع هي اسمع ما تقرش عني انت، هي اليوم اول يوم رمضان فهمنا، بس شو تسال في صايم ولا مفطر؟ انا اصلا اليوم بعرفش انه كان رمضان، فتشتغلش فيي، يعني انا اليوم هلا رحت مسعت لي سيجارتين مع فنجان قهوه وتشتغلش في اه معلم، يعني انا بعرفش انه اليوم اول يوم رمضان، انا هيك فيش علي حمل، بشوف الناس تحكي رمضان رمضان بفكر بكره، بس طلع اليوم، هلا ما زال طلع اليوم، انا ما خصتنيش، انا معلم مزعت لي سيجارتين مع فنجان قهوه قبل شوي على هالمسلسل اغنيه فيروز، فتشتغلش في معلم، اه بعرفش انه اليوم خلص من بكره ببلش اصوم، بعدين دخلش في صايم ولا مفطر، ماشي ماشي يا حبيب، دخلش في في الله بحاسبني، اوكي يلا روح نقلع من هان، ايه نقلع مالك، هي مالك عصبي؟
طب في الله بيحاسبك على عيني وراسي، بس تسمع ناس تحكي رمضان رمضان، تسألش أهلك إنه في رمضان أصلا تاني، يعني أنت بتخوت قاعد تسألش أهلك إنه بيحكي رمضان صحة ومش عارف إيش، بتشوف توش قاموا تصحروا، يعني يا أنت حمار يا أنت حمار. بعدين باجي بدعس على راسك هلأ ماشي، ولا كلمة خلص سكر الدنيا رمضان بدناش نفطر، بديش أفطر عليك خلص سكر، يلا انهي لي هالسكتش وبلاش اجي اكسرك هلا ماشي.